اخواتي كديري لاباس عليكم صحتكم بخير نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي ذهب بلاتي فاصل وانا رجعت معكم حبايبي المهم يمكن ما طولت عليكم يلا كينا رضعنا بنتنا ذهب وطمنت عليها ونعستها عاد نكمل معكم ان شاء الله الفيديو حبايبي نهار جديد وفيديو جديد اللي مسيت ما قلتهاش لكم اليوم عارضه علينا اختي حسنه لدارها قالت لي ما تمشيش لابو ظبي تنوريني وتشرفيني في داري الله يكبر بك اختي حسنه كما كبرتي بينا عارضه عليا انا واختي مريم ولهما يعني غنمشيو كاملين انت ولهما عطاتني هاد القفايطين قالت لي لبسي هذا في البيج خفيف ظريف في هاد الفراشه المهم هذا هو القفايط اللي لبست قول لي المهم زوين كاين الصهد برا الصهد موديل مود الحرام حنايا وصلنا عند اختي حسنه عرفتي اختي لابسه القفطان ومقاده الحاله ومزيزه داكشي ولده كب عليها الشوكولاط وصخه بالشوكولاط عرفتي طلعت كامله قالت لي نرجعوني للدكتور زيدي بيمك الدنيا هاني العائله حنا وصلنا عند اختي حسنه قالت لي والو تلبسي من عندي شي حاجه قالت لي بدلي هذا وجبت لي القفط لا اليوم حنا محتفلين غير بيناتنا ما كاينش معنا حتى شي براني هيا حنا العروسه انا نقولها العروسه حبيبتي ديالي طبعا عندنا تصويره اول مره تلاقينا اول مره تلاقيتهم بثلاثه والله اول مره انا تعرفت على اختي حسنه عندك كنا بثلاثه كنا بثلاثه مصورين تصويره باقا عندي باقا اخنا بيوتي يمكن شكون بغيت نقول لكم عطات حتى اختي ميزه قالت لها ضروري تبدلي لبسه عبايه لا لا قالت ضروري تبدلي عفوا بلي غتجي عجبتك تلبسيها مرحبا لا 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 لبسي كلشي كاش مرحبا بك والله مرحبا صافي تتي هاي القشقه عند حسن النقافه جايه الحوايج مرحبا بك جيتي دار النقافه وباغتك والله الا مرحبا الا النهار الكبير بحال اللي عائلتي راه قلت لكم جات عندي هاد النهار ما قداني فرحه ومنا اسبوع ومنا كلشي ومنا مرحبا ميزه اول مره عاوتاني حتى هي تجي عندي نهار كبير وكلشي الله يكبر بك كما كبرتي بينا مرحبا بكم بالعوان العيال العيال انا نمشي نبدلو ميزرع الدار ميزرع شوف هادي ضحكت عندها واحد الضحكه الضحكه راه الجيران اللي الله غيسمعوا عادي المهم حنا نبدلو حويجاتنا اي هاي افوس سي سي نحلم والدمار بق هدية يا للا عندي القفيطين اللي عطاتني اختي حسنة شوفوا قال لي جاك غزال وقولوا لي انتما عطينا رايك جانيها المهم نزيدوا الاضاءة حيت شوف دابا زدت الاضاءة باش تشوفوا مزيان اختي ميزة راه كتلبسها في اختي حسنة اختي لبستها تعالي ميزة تعالي حدايا تعالي وريهم تا هي راه كشخت حزموني ورا الزبون ها انت كشختنا بجوج شوف اختي دارت ليا الضمة ويلي ويلي مشيت بعيدة احنا بحال عويد الند انا وياك حنا وانت انا قفطان لابسني انا راه جيت بيه مخشية ها انت انا ولكن جا زبون والله يعطيك الخير اختي حسنة الله يكبر بك كما كبرتي بينا لا قد الله يكبر بك كما كبرتي بينا يلا نبسط يلا من اختي ايد اختي سامية تبارك الله عليها محنك معنا اليوم اختي سامية الله يعطيك الصحة بسطة الحوت قالت لنا ميزة والله الا عرس عرفتي الطابلة مسكينة ضمون دوس عليها اختي حسنة ديال العراسات ها هانتو دائرية هادي اختي هنايا ما كتبانش وهادي لهومة هي هي الحاجه ما كنتكلم ايوا صدمناها واقيلا الصامت دي مع الصامت نفسها قطن حرير يا لالي علموها كيفاش دير تبارك الله على الحادقه ديالنا الساميه اختي تبارك الله على دارت واحد البصايله رائعه زائد هذا الحماس شوفوا الديكور داك الشيء تبارك الله عليك وشكرا شكرا بزاف على هذا العرض هو اسبوع شكرا بزاف قالت لي قالت لي هو اسبوع مالك شنو باقي درنا اليوم اسبوع ربي يخليك يكبر بك هاي لهما قالت توحشت قالت لي توحشت التصوار وما كنتصورش
بدات واش توحشوني اللي توحشني توحشت التعاليق ديال التعاليق بانه فعلا توحشني ولا ما توحشنيش ديال البنات اللي عندي وهذاك الثيو حط لهم شي فيديو دائما يسولوا عليك نحط لهم شي فيديو ان شاء الله غادي نرجع اليوتيوب حيت غبت بزاف كما قلت لكم بزاف 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 راه عام دابا انا ما كنصور ما كنحط حتى حاجه ان شاء الله كتشوفي تسلحنا تسلحنا كل وحده حطات على عبيتها لبستها من فوق من فوق دوك القفيطنات اللي جي لابسين صافي دابا الليل الختميزه مشات قبل منا دابا شحال شحال الساعه قريبه الساعه 12 ديال الليل صافي ما المجمع زوين كتبقاي تحت 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 البنات مقاوم مجمعين كتعرفوا في الدار في ابو ظبي كنكون بوحدي اغلبيه كنبقى بوحدي وبقينا هنايا حت 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 مع اختي ساميه هي شرفتنا ما بانتش في القناه حيت كانت ما دايره الشال ديالها دابا يلا دارت التزييف تعالي اختي ساميه ومهم قلنا لك بقينا بالك مع اختي ساميه واختي حسناء واخواتاتي بقينا جالسين على واحد البراد اتاه يا اختي ساميه السلام عليكم اش اخباركم كي دايرين هانيين المهم هذه الطباخه ديالنا هي اللي طيبت بارك الله فيك مرحبا بكم ما شاء الله داك شرفتونا وشرفتو ربي يخليك ربي يخليك شرفنا بالحضور ديالكم اليوم مرحبا بكم تندار كبيره الله يحفظك وهي اللي عذبناها اليوم معنا من الصباح وعدكم راحه ومرحبا بكم والله الا لا دوزنا عشيه زوينه واخا جبتوا معطلين شويه ولكن دوزنا عشيه ان شاء الله ان شاء الله باقي مرحبا بكم الله يسخر لك في كتكوته ان شاء الله تربى عزكم ان شاء الله ربي يجعلها من الصالحات امين يا رب واختي حسنه صافي دابا راه اللقطه الحاسمه قلت لهم غنمشيو تسلحنا قلت لهم يلا لبست ديال عبايتها نازله معاهم بغات تهز معنا مسكينه قالت لهم ماشي مشكل صواب الله يعطيك نهار كبير جيتو عندي للدار وشرفتوني والله نورت بحال اخواتاتي جاو عندي وعززتهم عليا يعني معززتهم غير يعني انا كنتلاقاهم ابار التواصل وابار التصوير على طول كنمشي عند اختها مريم صاحبتي ونهار كبير انهم جاو عندي والله وفرحنا بذهب ماشي ذهب والماس وجواهر يعني والله نهار كبير هذا وهادشي قليل بحقهم والله لا ما ولا ميزه تاع هي فرحت بها من جيت عندي للدار وشكرا بزاف والله صراحه كان نهار زوين والله العظيم زعما انستونا وشرفتونا اجي تعالي يلا نوضي الهام ومريم ونيره نواره ربي يخليكم المهم حنا يلا غادي نجمعوا النوضه نمشيو لمحلنا يلا يلا على بالنا يلا كي وصلنا للدار عرفتي عيوننا تلصقوا لهما عينا تلصقوا انا عيت صافي ما بقيتش قادر نزيدوا ضربه المهم يلا كيما قلت لكم تعشينا حنايا جايين واكلين شبعانين غنهبطوا الريزوات غنعسوا ان شاء الله وصباح الخير حبايبي كي دايرين كي صبحتوا اموركم بخير نتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير المهم كشتوا البارح جينا من عند العراضه ديال اختي اختي اسيه قلت لكم من العراضه ديال اختي حسناء وجينا للدار جينا صافي ما قداش انا نحل عيني اجيت تكيت نعست المهم حبايبي قلت انا نتل الصباح ونكمل معاهم الفيديو الصباح ويفتح قلت غنصبح الليل الحبايب ديالي الصباح منوره واشراقات كل اشراقه اليوم كل اشراق زال ما فطرنا والو اختي يلا جايبه الفطور يلا كتسخن في الخبز وكتعمر في اتاي يلا نفطروا ان شاء الله وهذا هو فطورنا حبايبي حطت واحد شويه زيت الزيتون وهنايا واحد الكرياس هنايا الزيتون الكحل وهنايا اتاي وهنايا الخبز هذا الخبز حبايبي هي كتصوبو مريم بايديها كيجي زوين كتقرصو بالسميده وكتعجنوا بالقمح القمح دائما البنات كيسولوني القمح هنايا البنات اللي متواجدات في الامارات القمح رقم 3 ملي كتمشي حدا فين كيتباع الطحين والفورت وداكشي الفورت رقم 1 واللي مخلط كيكون رقم 2 اللي مخلط خفيف ولكن هي كتعجن دائما برقم 3 كتشوف كيجي الخبز على مزيناته ايوا صافي هذا هو فطورنا ديال اليوم الحمد لله فطرنا سالينا دابا راه كتسمعوا واحد الماكينه خدامه ديال المكنسه الكهربائيه المهم اختي كتجمع في الدنيا وكتخمل المهم انا نوض باش نكمل الفيديو معاكم حبايبي باش انا نقفض ايدي ونعاونها عرفتي شوفوا واحد الطله واحد الطله واحد الاطلاله زوين عندها في الصالون هانتو ندور لكم ونغمق لكم شويه شوف الاطلاله فاش كيطل ما شاء الله
تشوفوا البحيره ديك تما. المهم حبايبي نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتسنانا في فيديو قادم باذن الله. المهم مابقاش كنطول عليكم بزاف هاد الايامات حيت شفت راسي كل مره كنحط فيديو كنغيب سيمانه، نحط فيديو ونغيب سيمانه، والبنات دائما كيقولوا لي في التعليق كتحطي فيديو كتغيبي سيمانه، عاودي حطي لنا صور لنا اليوميات ديالكم، وانا كنحاول بما امكن انني نصور ونحط لكم اليوميات ديالي حبايبي. المهم يلا مع السلامه. I could stay like this, forever following you.